مرحبا يا أصدقاء، هل تخيلتم يوما صاروخا يمكنه أن يدور حول الهدف مثل طائرة مسيرة منتظرا فقط إشارة التنفيذ؟ اليوم سنغوص معا في أحد أكثر الأسلحة الإيرانية تميزا وأحدثها، وهو صاروخ باوخورونز. بمدى يصل إلى 1650 كيلو مترا، هذا الصاروخ غير قواعد اللعبة بالكامل في الشرق الأوسط. لذلك أبقوا معي حتى نهاية هذا الفيديو، حيث سنحلل الأسرار التقنية والعملياتية لهذا الطائر المخيف. لنبدأ مباشرة. على عكس الصواريخ البالستية التي تخرج من الغلاف الجوي كالصخرة ثم تسقط بسرعة هائلة، فإن صواريخ الكروز مثل باوا تطير تماماً مثل طائرة صغيرة ذكية من دون طيار. وهذا يعني أنها تسافر على ارتفاعات منخفضة جداً، ما يربك أنظمة الرادار ويزعجها بشكل كبير. باوا هو أحدث عضو في هذه العائلة، وقد أثار ضجة واسعة في الإعلام العسكري العالمي. بدأت قصة باوا في شهر فبراير من عام 2023، عندما رأينا صورته لأول مرة. قائد الحرس الثوري حاجي زادة قدم هذا الصاروخ رسمياً في برنامج تلفزيوني وأعلن مداه المذهل. وقد سمي هذا الصاروخ باوا تيمناً بشهداء كردستان، وإشارة إلى مدينة استراتيجية ومهمة. هذا الكشف أظهر أن إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً في تصنيع المحركات النفاثة الصغيرة. ربما أهم ميزة صدمة الجميع هي مدى هذا الصاروخ البالغ 1650 كيلومتراً. هذا يعني أن باوا يمكن إطلاقه من عمق الأراضي الإيرانية ليصل إلى أي نقطة في المنطقة. تحقيق هذا المدى لصاروخ كروز أرضي يتطلب هندسة معقدة جداً فيما يتعلق بالوقود والمحركات. في الواقع، هذا الصاروخ دفع بالقدرة العسكرية الإيرانية إلى ما هو أبعد من الحدود السابقة، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها. إذا نظرت جيداً إلى شكل باوا، ستجد أن المحرك موجود فوق جسم الصاروخ، وهو تصميم غريب وجميل في الوقت نفسه. هذا المحرك من نوع التيربوجيت، صمم خصيصاً لصواريخ الكروز، ويتميز باستهلاك وقود منخفض. يشتعل المحرك بعد الإطلاق، ثم تنفتح الأجنحة ليبدأ الصاروخ رحلته الطويلة. هذا التصميم يمنح المهندسين مساحة داخلية أكبر لخزانات الوقود والرأس الحربي. الجانب المخيف في القصة هو أن باوا، على عكس الصواريخ البلستية، يطير على ارتفاع أقل من 50 متراً فقط. هذا يعني أنه عندما تتمكن الرادارات العدو من كشفه، يكون الوقت قد فات، ورد الفعل شبه مستحيل. يمكن للصاروخ أن يتحرك بين الوديان وخلف الجبال ليبقى خارج نطاق الرصد الراداري. كما يمتلك أنظمة ملاحية متقدمة تقرأ تضاريس الأرض وتصحح مساره بشكل مستمر. لكن ما يجعل باوا مميزا حقا هو قدرته على التحليق فوق الهدف والانتظار، وهي ميزة نادرة جدا في مثل هذه الصواريخ. هذا يعني أن الصاروخ يستطيع الوصول فوق الهدف ثم يدور حوله منتظراً اللحظة المناسبة للهجوم النهائي. هذه الخاصية تمنح القادة القدرة على تأخير الضربة إذا تحرك الهدف أو تغيرت الخطة. وهكذا أصبح باوا مزيجاً بين صاروخ كروز وطائرة انتحارية من دون طيار، مما يمنح مرونة عملياتية هائلة. ميزة أخرى يقال إن باوا يمتلكها هي تنفيذ الهجمات الجماعية، أو ما يعرف بتكتيكات السرب. هذا يعني أن صاروخاً واحداً يلعب دور القائد، بينما تتبعه الصواريخ الأخرى وتنسق معه. وإذا تم إسقاط القائد، يتولى صاروخ آخر القيادة لإكمال المهمة وضرب الهدف. هذا الأسلوب مصمم لإغراق أنظمة الدفاع الجوي بعدد كبير من التهديدات، بحيث لا تستطيع اعتراضها جميعاً. عادة تتوقع أنظمة الدفاع الجوي أن يأتي الهجوم من اتجاه محدد، ولكن باوا لا يعمل بهذه الطريقة. يمكن لهذا الصاروخ أن يلتف حول الهدف ويهاجمه من الخلف أو من أي زاوية تكون فيها الدفاعات ضعيفة. هذه القدرة تعرف باسم هجوم ب360 درجة، ما يجعل الدفاع ضده صعباً للغاية حتى على أنظمة مثل باتريوت. تخيل أن الدفاعات الجوية تغطي الجهة الغربية، لكن الصاروخ يقوم بدوراً كاملة ويدخل من الشرق.
لكي يقطع 1600 كيلومتر ويصيب الهدف بدقة، يحتاج الصاروخ إلى عيون شديدة الحدة. من المرجح أن صاروخ آوه يستخدم مزيجاً من نظام تحديد المواقع والملاحة بالقصور الذاتي ونظام مطابقة تضاريس الأرض تيركوم من أجل مسار موجه بدقة عالية. نظام مطابقة التضاريس يعني أن الصاروخ يرى التلال والوديان ويقارنها بالخريطة المخزنة في ذاكرته. هذا يضمن أنه حتى لو تم التشويش على نظام تحديد المواقع أو حدثت حرب إلكترونية فلن يضل الصاروخ طريقه. صاروخ آوي لم يظهر فجأة من العدم، بل هو نتيجة تطور صواريخ عائلة تومار ومشكاة وهويزة. تومار كان أول التجربة الجدية لإيران في صواريخ الكروز بعيدة المدى، وكان يشبه كثيراً الصاروخ السوفيتي XH-55. لكن آوي يثبت أن إيران تجاوزت مرحلة الهندسة العكسية ووصلت إلى تصميم فريد ومحلي بالكامل. الأجنحة القابلة للطي والمحرك الخارجي يشيران إلى أن التصميم حديث ومحسن بالكامل. يتم إطلاق هذا الصاروخ من منصات شاحنات متحركة تمتلك قدرة عالية على تغيير موقعها بسرعة. ميزة أطلق ثم اختفى، هذه تسمح لمكان الإطلاق أن يرحل قبل أن يتم كشف موقعه. وطبعاً وبسبب أبعاده فمن المرجح أيضاً أنه قابل للتركيب على القطع البحرية وحتى الغواصات. إطلاقه من نقاط مختلفة يجعل من المستحيل على العدو توقع الاتجاه الذي سيأتي منه الهجوم. يجب أن نفهم أن آوه ليس صاروخاً فرط صوتي. سرعته تحت صوتية، ومن المرجح أن تتراوح بين 600 إلى 900 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة مقاربة لسرعة طائرة ركاب مدنية. قد تقول إن هذه السرعة بطيئة، لكن انخفاض السرعة يقلل استهلاك الوقود بشكل كبير ويزيد مدى الصاروخ. إضافة إلى ذلك، فإن الطيران على ارتفاع منخفض جدا يعوض نقص السرعة ويجعل كشفه شديد الصعوبة. المعلومات التفصيلية حول الرأس الحربي لصاروخ آوه ما تزال سرية، ولكن التقديرات تشير إلى أنه يزن عدة مئات من الكيلوغرامات. هذه الكمية من المتفجرات كافية تماماً لتدمير المباني الخرسانية والرادارات ومراكز القيادة. ويمكن أن يكون الرأس الحربي من نوع شديد الانفجار أو شظايا حسب طبيعة الهدف. والدقة العالية للصاروخ تعني أنه لا حاجة لرأس حربي ضخم، لأن الإصابة تكون مباشرة في مركز الهدف. حمل الكشف عن صاروخ آوه رسائل سياسية وعسكرية واضحة للدول الإقليمية والقوى الغربية، فقد أظهر أن العقوبات لم تتمكن من وقف تقدم الصناعة الصاروخية، خصوصاً قطاع الكروز المعقد. وجود صاروخ كهذا يعني أنه لا توجد نقطة ضمن 1650 كيلومتراً من حدود إيران يمكن اعتبارها آمنة. وقد اعترف الخبراء الغربيون بعد الكشف أن ترسانة إيران الصاروخية أصبحت أكثر تعقيداً وتقدماً. بالطبع، إسقاط صواريخ الكروز ليس مستحيلاً، فأنظمة الدفاع الطبقي صممت لهذا الغرض. المدافع الميدانية والصواريخ قصيرة المدى يمكنها إسقاط صاروخ آوه إذا أمكن رؤيته بصرياً، لكن المشكلة الأساسية هي اكتشافه، لأنه يملك بصمة رادارية منخفضة ويطير على ارتفاع منخفض جداً. في الحقيقة، المواجهة بين آوه والدفاع الجوي هي لعبة قط وفأر مستمرة بين تقنيات الهجوم والدفاع. أحد أكبر فوائد صواريخ الكروز مقارنة بالبالستية هو مسألة التكلفة والإنتاج الواسع. تصنيع صاروخ آوي يرجح أن يكون أقل تكلفة، ومن الممكن إنتاجه بأعداد كبيرة خلال مدة قصيرة. وعندما يكون عدد الصواريخ كبيراً في الحرب، فإن الدفاعات الجوية للعدو تنفذ ذخيرتها الباهظة بسرعة. هذه استراتيجية عسكرية معروفة، استخدام عدد كبير من الصواريخ الرخيصة لتعطيل الأنظمة الدفاعية الباهظة الثمن. حتى الآن، لا يوجد أي تأكيد رسمي على استخدام صاروخ باوه في القتال. بالطبع، إيران اختبرته مرات عديدة في المناورات، ونشرت مشاهد لاصطدامه الدقيق بالأهداف في الأخبار. لكن في العمليات الحقيقية، مثل وعد الصادق، كان التركيز أكثر على عائلة شاهد والصواريخ البلستية. مع ذلك،
يبقى صاروخ باوة ورقة رابحة بيد قوات الجوفضاء الإيرانية، وهو جاهز بشكل كامل. إذا انتبهتم إلى فيديو الكشف عنه، فستلاحظون أن الصاروخ يطلق من حاوية بواسطة معزز دفع أولي. هذا المعزز الصاروخي ذو الوقود الصلب يرفع الصاروخ إلى الارتفاع والسرعة المطلوبين، ثم ينفصل في الجو. بعد ذلك يشتعل المحرك النفاث الرئيسي، وتنفتح الأجنحة ليبدأ الصاروخ رحلته الطويلة. هذا التصميم يمنح المهندسين مساحة داخلية أكبر لخزانات الوقود والرأس الحربي. واحد من الأسئلة التي تطرحونها دائما هو: هل يمكن حرف مسار هذا الصاروخ بواسطة أدوات التشويش؟ المصنعون يقولون إن باوا مقاومة للحرب الإلكترونية ويمتلك أنظمة ملاحة احتياطية. إذا انقطع نظام تحديد المواقع، يتولى النظام الداخلي بالقصور الذاتي مع خاصية قراءة الخرائط إكمال المسار. بالطبع لا يوجد نظام مقاوم للتشويش بنسبة 100%، لكن التقنيات الجديدة جعلت عمل المشوشات صعبا جدا. مستقبل الصواريخ مثل باوا سيتجه على الأرجح نحو المزيد من الذكاء واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تخيل صاروخا يستطيع بنفسه تحديد أهم هدف على ساحة المعركة ويختاره للهجوم، أو تخيل أنها تستطيع تبادل البيانات مع بعضها في الجو وتغيير خطة الهجوم. هذه ليست أحلاما، فالتكنولوجيا العسكرية العالمية وكذلك إيران تتقدم بسرعة كبيرة في هذا الاتجاه. الكثيرون يقارنون بصاروخ توماهوك الأمريكي الشهير، وهو المعيار العالمي لصواريخ الكروز. يتمتع توماهوك بالميزات نفسها: المدى الطويل، الطيران المنخفض، والدقة العالية للغاية. وصول إيران إلى تقنية مشابهة للتوماهوك يعني نضج صناعتها الصاروخية ووصولها إلى مستوى عالمي. ورغم أن التوماهوك يمتلك تاريخا طويلا في العمليات، فإن باوا يعتبر منافسا جديا على الورق. دخول باوا إلى المنظومة القتالية الإيرانية غير ميزان القوى بشكل كبير في منطقة الخليج. القواعد الجوية والبحرية التي كانت تعتقد أنها خارج النطاق أصبحت الآن داخل مدى هذا الصاروخ تماما، وهذا يجبر الدول الأخرى على إنفاق مبالغ ضخمة من أجل تحديث رادارات الارتفاعات المنخفضة. في الحقيقة باوا سلاح ردع يرفع تكلفة الحرب على الطرف الآخر إلى مستوى عال وثقيل جدا. حسنا يا أصدقاء، إذا أردنا أن نلخص، فإن باوا صاروخ كروز مداه 1650 كيلومترا، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة. يمكنه الهجوم من مسارات غير متوقعة والعمل ضمن أسراب وتجاوز الدفاعات الجوية. هذا الصاروخ يمثل تحولا استراتيجيا من الصواريخ البلستية الكبيرة إلى صواريخ الكروز الذكية والدقيقة. باوا يثبت أن الدقة والذكاء في الحرب الحديثة أهم من القوة التدميرية وحجم الصاروخ. شكرا جزيلا لوجودكم معي حتى نهاية هذا الفيديو، بينما حللنا هذه التقنية المتقدمة معا. ما هي الميزة التي وجدتموها الأكثر إثارة أو الأكثر رعبا في صاروخ باوا؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. وإذا أعجبكم هذا الأسلوب من التحليلات العسكرية، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك حتى لا يفوتكم الفيديو القادم. إلى اللقاء في فيديو جديد ومثير، اعتنوا بأنفسكم. مع السلامة يا أصدقائي.